أولا شكرا على الاستضافة. لا يمكن للإنسان إلا أن يكون سعيدا في مثل هذا اللقاء. لماذا؟ إن كاين مجموعة من الفعاليات الرياضية، حاج عبد السلام حانات بتاريخه ومرجعيته، الحاج مصطفى الزياتي رئيس الجمعية الرياضية لنادي شباب المحمدية، عسيلة، واحد العداد ديال الفعاليات اللي كاينين. المرحوم طاهر الرعد راه كان قدوة وكان من الأبطال ديال المحمدية، وماشي غير ديال المحمدية، ديال الفريق الوطني وديال المغرب. وكان يعني حياته كلها كرسها للرياضة، وكان معروف بالاستقامة ديالو، المعقول ديالو، والتفاني ديالو. الله يرحمه برحمة الله بعد هذه المناسبة. هاد الثقافة ديال العرفان اللي كيعملوها الناس ديال بن يخلف ولا الأصدقاء ديالو، خوته وعائلته وشباب المحمدية، ما هي إلا يعني حاجة اللي تيخصنا نتنيو عليها، لأن هاد الثقافة ديال العرفان يعني واحد الرياضي، واحد الإنسان اللي عطى الغالي والنفيس، وملي كيمشي كيتنسى. هاد الثقافة هادي يعني احنا دائما تنأيدوها وتنحبدوها وتنكونوا وكنساندوها. وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا كنشوفوا هاد المركب اللي كان هو محتضنه وكان كيكون فيه الخلاف، احنا كنشوفوا على انه العمل ديالو غادي يستمر وغادي مستمر، ونتمناو على انه ان شاء الله الرحمن الرحيم يخرجوا منه براعم ونبتة صالحة اللي غادي تكون الخلاف ديال الرياضة في هذه الناحية وفي المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحضور ديالي هو واجب بعد استدعاء ديالي من طرف الاخ بوشعيب الرعد وعائله الرعد اللي كيقوموا بهذه التظاهره هذه اللي هي الدوره 17 اللي الحمد لله خدات واحد الصدى على الصعيد الوطني وكتقوم بواحد العمل جبار. الحمد لله هذه مناسبه باش نترحموا على روح الراحل الرعد طاهر الله يرحمه برحمه الله، اللاعب السابق والاطار الوطني اللي كيشهدوا الجميع بالكفاءة اللي كانت عنده، كل شيء والطيبوبة ديالو وحسن الأخلاق، وكان من الناس اللي كتبغي الخير لوليدات المحمدية، وما يمكن لي إلا أن نقول الله يرحمك الحاج طاهر. العبارات ما كتبغيش تخرج بانه قليل فين تلقى بحال هذاك الرجل اللي كان كيجري في الخير لجميع ابناء المحمديه ولا سيما في الميدان الرياضي. انا لله وانا الى راجعون. الله يرحمك الطاهر، ورحنا راك دائما في البال ودائما احنا معك، وحنا مع الاخوان الطاهر، اخوان ديال الطاهر رعد اللي كنتمناو ليهم مسيره موفقه، واللي مريض الله يشافيه، وكنتمناو ان شاء الله انه هذا الدوري هذا يولي على الصعيد العالمي ان شاء الله. ابو صابون فاعل جمعوي بمنطقه المحمديه، اليوم جينا نشاركوا في هذه التظاهره، كتلقينا واحد الدعوه من طرف السي الرئيس ديال اشبال بني خلف السيد بوشعيب الرعد. الحمد لله هذه الدورة 17، حنا منذ الدورة الأولى كنشاركوا معاهم دائما كجمعية نهضة زنادة للتنمية والتضامن، لأنهم شركاء ديالنا. الحمد لله اليوم كنترحموا على المرحوم طاهر الرعد اللي كان صديق ديالنا وكان أخ وكان أب، وتعلمنا من عنده ذاك العمل الجمعوي اللي فقدته المحمدية بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. دائما في الذاكره الراحل طاهر الرعد.
اللي عطى المغرب على الصعيد الرياضي وعطى الفريق شباب المحمدية على صعيد منطقة المحمدية. اليوم الدورة 17 كما كنشوفوا مشاركة مجموعة من الفرق خاصة من الأطفال ومن الفئات الصغرى وكما كنقولوا داك البراعين كذلك. الحمد لله هذه احسن كنعتبرها احسن تظاهره على الصعيد الوطني وهو داك مهرجان كتعتبر مهرجان التسامح، لان منذ 2004 كما عرف المغرب 2003 داك العمليه الارهابيه اللي عرفتها الدار البيضاء هنا خدات جمعيه بني اشبال بني خلف هذه التظاهره ديال التسامح، لان خصنا المغرب بلد التسامح والتعايش. ونتمنى ان شاء الله هاد التظاهرات تكون كما مروا الدورات الاخيره، الدورات اللي كانت اللي عرفات الحمد لله كانت هاد التظاهرات دائما كانت بامتياز، وكما كتشوفوا ان الاكاديميه محمد السادس كتشارك، جميع الفرق على الصعيد الوطني كتشارك، وكنعتبرها احسن تظاهره على الصعيد الوطني. ونتمنى ان شاء الله السي بوشعيب الرعد دائما نكونوا معاه، وجميع الشركاء اللي كيكونوا مع الله كنشكرهم كذلك، وكنشكر المناب الاعلاميه اللي كتحضر دائما، وكاين هناك حفل تكريمي كذلك، وحنا تشرفنا بالتكريم كجمعيه مدرسه نتر التلميذ والتضامن في اطار الدوره السادسه. ونتمنى ان شاء الله الامور تكون دائما كما الدورات السابقه ان شاء الله.